يعد مجلس التنسيق البحريني السعودي المظلة التي يتم من خلالها تطوير العلاقة بين البلدين في جميع المجالات وفق عمل مؤسسي منتظم ومستدام، مما يحقق المصالح المشتركة وفق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين. نعم، حيث يمثل المجلس التنسيقي بين البلدين انطلاقة للتكامل وتحقيق الإنجازات المحورية، وذلك ترسيخا للروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المملكتين الشقيقتين.